ايمن، النهارده برضو فوز النادي الاهلي اعتقد ان هو فرح ناس كتير، ولكن من الناحيه الفنيه كان هناك شغل جيد جدا معمول. ده كرم من عند ربنا اللي حصل. زي ما حضرتك قلت، في ناس كانت مستنيه اللحظه دي فعلا، ان هم ازاي الاهلي هيتعامل، ولو ما تعاملش ازاي هيقع، ولو وقع هم هيعملوا ايه. الناحيه الفنيه الحمد لله، ان دايما لما بنقول في الكوره في تفاصيل، وحضرتك كنت لاعب واكيد عارف طبعا ان التوفيق لما بيجي بيجي عشان انت بتشتغل وبتجتهد. مظبوط. المدرب اشتغل بشكل كبير كويس على كل التفاصيل، رغم الصعوبات اللي كانت قبل المباراه وكل اللي ما كان يصار حوله وحول الفريق. اللعيبه نفسها كان عندها روح. بالتاكيد في بعض الاوقات او في بعض المباريات اللعيبه ممكن ما يبقاش عندها توفيق، ممكن يبقى في لعيبه في غير مستوى، ولكن النهارده الحمد لله ان كل حاجه كانت ماشيه بشكل ايجابي على المستوى الفني. لعبنا على كل التفاصيل وكل الاخطاء بتاعه مونتري النهارده، التفصيله بتاعه الهجمات المرتده وازاي الاهلي بينفذها. اعتقد لو كان بس في سن التركيز مش قلق كان ممكن الاهلي يطلع كسبان باكتر من هدف. في ارقام جميله اتحققت كمان. بنتكلم النهارده ان الاهلي لاول مره بنلعب 2 كاس عالم ورا بعض نكسب في اول ماتشين. 2005 كنا خسرنا اول مباراه، في 2006 كسبنا، في 2012 كنا كسبنا اول مباراه بس في 2013 للاسف خسرنا. المره دي في 2020 زي ما بيقولوا 2020 و2021 كسبنا هنا الافتتاح وهنا الافتتاح. موسيماني بيعمل ده تقريبا ماتش رقم 3 كلين شيت من 4 لعبهم مع الاهلي في كاس العالم للانديه. الماتش الوحيد اللي خرجناه مش كلين شيت كان قدام بايرن ميونخ. فالنهارده دي كلها حاجات مكتسبات للنادي الاهلي، الفريق من اكثر الفرق مشاركه في البطوله واكثر فريق افريقي شارك في البطوله. 4 سيمي فاينل للنادي الاهلي من اصل 7 في وجود افريقيا. نتمنى بقى نكسر حاجز السيمي فاينل. مازيمبي الفريق الافريقي الوحيد اللي هو كبطل دوري ابطال افريقيا يوصل فاينل. الرجاء لما وصل هو كان بيلعب بصفته، لا بيلعب بصفته منظم البطوله. أيوة صح. فان شاء الله النادي الاهلي يكسر الحته دي. الاهلي يكسر الحته دي. مش مركز في الاحتفالات. الاحتفالات كلنا فرحانين النهارده. الفرحه فرحه كبيره لان ظروف المباراه كانت صعبه، ولكن دايما النادي الاهلي ورجال النادي الاهلي لما بيتحطوا في مواقف صعبه وبيبقوا مركزين النتيجة بتكون كرم كبير من عند ربنا.